لم يتوقف قطار التبرعات لمبادرة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد العالمية، لتصل هذه الوجبات إلى 100 مليون محتاج وجائع في 30 دولة تعاني نقصا في الموارد والأساسيات. وبذلت هذه المبادرة العديد من الجهود لبلوغ أكبر رقم في التبرعات، ومن ضمن هذه الجهود هو المزاد الخيري لمجموعة أرقام مميزة أبرزها رقم 9 AA الذي أطلق عليه لقب أنبل رقم في العالم، ليصل بهذه القيمة المعنوية إلى ثاني أغلى رقم في العالم. والله الأرقام القياسية بنسميها أرقام قياسية خيرية في هذا المزاد، لأن ريع المزاد بالكامل يعود للمبادرة 100 مليون وجبة. ولله الحمد اليوم حققنا أكثر من 50 مليون درهم في هذا المزاد. ألف مبروك صاحب القطار رقم 190. وحقق المزاد أكثر من 50 مليون درهم، يذهب ريعها لمبادرة 100 مليون وجبة التي قد تصل في أيامها الأخيرة مع هذه المبالغ إلى ضعف القيمة المطلوبة. 50 مليون درهم يعني 50 مليون وجبة إضافية في حملة 100 مليون وجبة سوف يتم توزيعها على المحتاجين في 30 دولة من الدول المشاركة في هذه الحملة. اليوم كان تشجيع لأصحاب العطاء وفرصة، أعطاهم فرصة للمساهمة في حملة 100 مليون وجبة، وفي المقابل أيضا اقتناء أحد هذه الأرقام المميزة. وتقترب الحملة إلى نهايتها التي سيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، وقيمة المبالغ التي وصلت إليها خلال شهر رمضان الكريم. أكثر من 50 مليون وجبة وفرها هذا المزاد الخيري لمبادرة 100 مليون وجبة، محققا بذلك إيرادات جديدة لهذه المبادرة الخيرية. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، دبي.